السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الخضر، على مشارف المونديال، وهذه هي تفاصيل قرعه يوم الجمعه بالدوحه. البرومي غادي يديروا القرعه، يعني صحيح احنا رانا دروك رانا واجدين يعني من اجل الكراء الفندق يعني والتحضيرات وترسيم طريق التحضيرات، يعني كلش راه واجد. بقى لنا غير قضيه تاع مباراه يوم الثلاثاء، مباراه محسومه قبل الاوان، مباراه نعتبرها شكليه، مباراه بالنسبه ليا نعتبرها شكليه، مباراه يعني ما غادي تلعب، قضيه تاع وقت برك، قضيه تاع وقت. ناس يقول لك باللي صعيبه، يا ودي ما هي صعيبه كاع، ما هي صعيبه، وين صعيبه؟ صعيبه على الهودي، ماشي صعيبه علينا حنايا، صعيبه على الهودي ملقى ربها، ماشي علينا حنايا، ما هي صعيبه علينا حنا، وين صعيبه علينا حنايا؟ يا ربي باغي يجيب بيك طوال من برا، انت تجيب بيك طوال من برا. اول منتخب عربي يفوز على الكاميرون في الكاميرون، اول منتخب عربي، اول مره في التاريخ اول منتخب عربي يحطم الاسطوره تاع من 72. الناس كاين اللي قالوا لي لا راك غلط، من 72 ما خسروش هما في بلادهم، خلينا تاع 98 هذيك كاليفيكاسيون كوب دافريك، رانا نهضروا من كوب ديمون، من 72 50 عام ما خسروش في بلادهم. الجزائر الفريق العربي الوحيد الذي فاز على الكاميرون. واحد قال لي فريق مصر، ماشي مصر، مصر دارت 2006 دارت معاهم ماتش نيل، 2006 دارني ماتش تاع من اودي راح لي هذاك اللاعب تاعهم اللي ضيع البيناتي وكاليفات انغولا، مي انغولا كاليفات راحت الكوب دي موند 2006 تاع الالمان، ما راحوش، ما راح ايطو ولا يبكي. هذه هي هما مليان، ما كاش اللي ربح، حنا ربحنا، حنا اللي ربحنا، حنا اللي ربحنا برك. هذا مكان ما كاش عربي ربح في مكان، حنا اللي ربحنا. كان العرب كيهودوا فماك يدوا طريحه الجراو ويخرجوا، حنا برك اللي ربحنا، وحنا اللي غادي نقلعوهم وما يمركوش، ما يمركو ولا هدف هنا في ما غاديش يمركو. الي روتور غادي نربحوهم، الي روتور غادي يديروا لهم مجموع، يسيبوا لنا ماركي لهم ربعه حبه في الكاميرون، ثلاثه هنايا. نقول لكم يا كيف باينه، راهي باينه، الناس هي موجده. وانت تقول لي، انت تقول لي باللي صعيبه، ما كانت صعيبه، نعتبرها مباراه شكليه. الكاميرونيين اصلا روحوا شوفوا مواقع تاع الصحافه تاع الكاميرون، استسلموا للامر الواقع، استسلموا، راهم يعايروا في صونغ. قالوا له بالله فمك، هذا جا هنا يهدوا لك فمك وراك تهدر، يهدوا لك فمك وراك تهدر. قبل لا نلعبوا بلا كان في واحد الحاجه تاع 15 يوم ولا، ودرت فيديو، جبنا الصحافه تاع رشحوا الجزائر، الاعلام الكاميروني رشح الجزائر باش تربح الي روتور. شكون هنا، شكون اللي دار هنا، شكون اللي قال تاع الهدف، ردت الكاميرون، ردت الكاميرون فريق مع كاس توالا. هذيك الخطه اللي لعبناها، كون لعبناها كونت البرازيل وما تمركيناش، كونت البرازيل والله ما تمركي، والله ما يربحونا البرازيل، والله ما تربحك هذيك الخطه. هذيك يا خطه صعيبه على الشيطان، يكون عندك بس تكون مكتمل الشيخ، تكون مكتمل ديك الخطه هذيك، لازم لك ما كانش الغلطه، لازم كل لاعب يلعب 100%. والله وتلم تلم تلم اللعابه ما بين البرازيل والارجنتين، والله لا والله ما يربحوك، ها بصح تكون 100%. وقطع المنتخب الوطني شوط مهم للتأهل لكأس العالم قطر بعد العودة بانتصار ثمين جدا على حساب المنتخب الكاميروني من ملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا بهدف دون مقابل، حمل توقيعه المهاجم المخضرم إسلام سليماني. ويستعيد المنتخب الوطني لمواجهة ذات المنافسة في لقاء العودة بعد الغد الثلاثاء بملعب الشهيد مصطفى تشاكال ببليدة لحسم تأشيرة التأهل إلى المونديال، حيث يبقى في حاجة لانتصار أو تعادل على الأقل بأي نتيجة كان لتحقيق الهدف المنشود. حنا غادي نلعبو على زوج صوالح،
نلعبوا على ثلاثة صوالح، نلعبوا 0-0 2-2 0-0 ونلعبوا على الربحة، ثلاثة صوالح، هما يلعبوا على حاجة واحدة، هما النيل ما يساعدهم، هما النيل ما يساعدهم، هو يجي يقول لك أنا باغي نربح، بصح ما يرباش، ما غاديش يربح. المهبول تقول له يقول لك ما غاديش يربحوا، مهبول ما يعرفش ما يعرف بنادم ما يعرفش كرة القدم يقول لك لا ما غاديش يربحوا. على بالنا باللي غادي يلعبوا بصح ما يربحوش. ما يربحوش على بالنا باللي يربحوا يلعبوا بصح ما يربحوش، ما غاديش يربحك. هذه هي. باقي ما يماركيش ما غاديش يماركي. زيرو بوا من يحسبوا 4-0. وين يستعيد المنتخب الوطني يعني وفي حال تعاون بالملعب البليده الى المونديال الخامس في تاريخ الجزائر بعد اربع مشاركات يعني 82 86 2010 2014 سيكون المنتخب الوطني على موعد للتعرف على منافسيه في البطوله العالميه يوم الجمعه القادمه يعني الموافق لفاتح من ابريل على برومي ابريل على هامش عمليه القرعه المقرره بالعاصمه القطريه الدوحه حسب أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والذي أشار إلى أنه سيعتمد على ترتيب الفيفا الذي سيصدر يوم الخميس القادم موافق ل 31 مارس من أجل تحديد مستويات المنتخبات المتأهلة. كاع نطيحو غادي نربحنا المهم رانا ملاح المهم نروحو نشاركو. مستوى رابع، مستوى خامس، مستوى ثالث، مستوى ثاني، غادي نروحو نشاركو، هذه هي، لالمان 2018 مشي كاليفات في المستوى الأول، وخرجت برومي تور، هما ويحتل المنتخب الوطني حسب تصنيف شهر فيفري المنصرم مركز 43 عالميا في ترتيب الفيفا، ما سيضعه في المستوى الرابع حتى في حال تقدمه في الترتيب بعد الفوز على المنتخب الكاميروني وتحقيق التأهل نظرا لأسماء المنتخبات المتأهلة لحد الآن وحتى المرشح على الورق للظف بتأشيرة التأهل إلى في مباراة سد وملحق ولحد كتاب وين نقولوا باللي ضمن 19 المنتخب تواجده في كأس العالم قطر ويتعلق الأمر بكل من قطر البلد المضيف وهولندا سويسرا الإنجليز سربيا بلجيكا كرواتيا وإسبانيا وفرنسا والدنمارك وألمانيا وإكوادور والأوروغواي البرازيل الأرجنتين إيران كوريا الجنوبية السعودية واليابان. كما جرت العادة خلال دور كأس العالم السابقة سيتم توزيع المنتخبات ل 31 متأهل إلى المونديال إلى جانب قطر بلد المنظم على 8 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات وبات الأمر شبه محسوم بالنسبة للمنتخبات التي ستترأس المجموعة الثامنة وهي قطر بلجيكا البرازيل فرنسا الأرجنتين إنجليز إسبان والدنمارك والذي يبقى مصيرهم في التواجد بالمستوى الأول مرهون بنتيجة اللقاء الحسم بين البرتغال أمام مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء فالتأهل الرفقاء كريستيانو سيجعلهم في المستوى الأول والدنمارك في المستوى الثاني رفقة المنتخب هولندا ألمانيا سويسرا كرواتيا الأوروغواي في النظر وفي انتظار باقية في وقت مرتقب أن يعرف المستوى الثالث تواجد بعض المنتخبات الإفريقية والأسيوية على غرار كوريا الجنوبية واليابان وإيران من آسيا وأيضا السنغال ومصر والمغرب وتونس من القارة السمراء في حال حسمهم تأشيرة التأهل خلال اللقاءات العودة من الدور التصفاوي الأخير المنتظر أيضا يوم الثلاثاء على أن يكون المنتخب الجزائري في المستوى الرابع إلى جانب السعودية والمنتخبات أخرى وستكون الدورة قطر الأخيرة في تاريخ كأس العالم التي ستقام ب 32 منتخب وفي الدورة القادمة عام 2026 والتي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المكسيك ستشهد مشاركة 48 منتخب أول مرة بعد قرار المجلس الفيفا بالإجماع في 10 جانفي 2017 بمدينة زوريخ برفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة إلى 48 منتخب موزعين على 16 مجموعة بحيث يتأهل بطل كل مجموعة ومن وصفه فقط وعددهم الإجمالي 32 منتخب إلى مرحلة خروج المغلوب. شو كيفاش؟
على هذه نقولوا بلي حنايا المهم نكاليفو مستوى رابع خامس عشر. انا المهم خويا نبغي الريحه تاع كوب دي موند، نبغي نعشق في المنتخب الوطني الجزائري، نبغي الريحه تاع الكوب دي موند خويا عليا، حوس على الكوب دي موند، حوس ما نحوس نسعى بحاجه اخرى، حوسو نكاليفو.